Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, Zakat Foundation of America is on the ground in Arsal. The temperature here are below zero, and we're going to distribute fuel parcels to the refugees. As you can see, the snow is everywhere, and the refugees are in dire need for the fuel parcels to provide them with the needed warmth. And we're depending on your generous donations. Thank you. بحب حصة المجهود من زكات فاونديشن بامريكا، حابه يقدموا لك اياها، شو بتحبي تشاركي؟ بنشكرهم والله يعطيهم العافيه والله يزيون الخير. المهم كثير لانه ما فينا نطلع نجيب نحن يعني، وما في الواحد ما معانا يعني نجيب. الله يدفينه برحمته باذن الله. دفونا. الله لا لا الله لا لا المتبرعين واولادها الحلال، كنا جمدنا. طالع عمرهم سنة سنتين شهر شهرين مع سكر، يعني بتستغرب كثير يعني من هالشيء. يعني انا هلا يعني عمري تقريبا شيء 15 18 يعني فيني استوعب هالشيء، بس بضل موجوعة من هالامر. يعني كل ما بقعد مع حالي بقعد بصفن هيك بقول ليش انا معي سكري، ليش هيك، ليش ما معي مرة ثانية مثلا. ايه هلا عند المناعة كتير خفيفة مش متل قبل، يعني هلا إذا مرضت ما فيني استحمل المرض كتير، أنا وخاصة شي هلا شتوية، وشفت بالشتوية كتير الواحد يمرض وبيقرب هيك أنا تم هودي بفكر تم بالليل، لو ما حد فرشتي لك هو نعمل وياها سوا، ما أفرقها عمي أبدا، يعني أكل همها كتير أكل همها. أنا بتشكر جمعية زكاة أمريكا لأنه ساعدونا بالمازوت وجابوا لنا إياه، يعني دولة ما جابوا لنا إياه ويعني عم ندفع منه، الله يعلم شو كان صار فيه.